ثراء فاحش وبذخ غير مسبوق شهدته مدينة الرمثة بعد امتحانات التوجيهية في المملكة الأردنية الهاشمية. فوالد طالب من الطلاب الذين اجتازوا الاختبارات وحصدوا درجات عليا أسداه هدية لم يتوقع أحد أن تكون لطالب، فما القصة؟ أجواء تعمها البهجة بعدما أنهى طلاب التوجيه في المملكة الأردنية الهاشمية الامتحانات وظهرت النتيجة، فالكثيرون حصدوا درجات عالية، لكن اختلفت طرق الآباء في الاحتفال مع أولادهم. فنجد والد طالب أهداه ساعة قيمة أو أعطاه تذاكر للسفر إلى بلد ما من دول العالم، وآخر يهدي نجله أو ابنته نقوداً، لكن والد طالب كان بيت القصيد إذ أهدى نجله ما لم يتوقعه أحد على الإطلاق. هي هدية لم يتوقع ولي أمر أن يهديها أب لابنه بعدما نجح في التوجيه، لا سيما أن ثمنها ربما يفوق حجم الإنفاق على مدينة بأكملها، فإذ هي من بين الأغلى سعراً وسط نظرائها بالأسواق. هدية لم يتوقع أحد أن يهديها أب لنجله الذي انتهى للتو من مرحلة التوجيه وسيتجه بعد ذلك إلى التعليم الجامعي، فسعر هذه الهدية يصل إلى ما يقرب من 123,000 دولار. سيارة موديل العام الجاري من إنتاج شركة تسلا التي يعرف عنها بأنها ماركة عالمية، وسياراتها تعرف بأنها أكثر السيارات ثمناً على مستوى دول العالم. فالأب قرر أن يفاجئ ابنه بهذه السيارة هدية على نجاحه في التوجيه في مدينة الرمثة في الأردن، فالأمر لم يتوقعه أحد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ثراء فاحش تجمعت عناصره في تلك الهدية التي من الممكن أن يكون سعرها مصدراً للإنفاق على مدينة بأكملها. فهذا حال الأب حينما نجح نجله في مرحلة التوجيه، فكيف سيكون الأمر حينما ينتهي من المرحلة الجامعية؟ يوفر طراز إكس حيز أمتعة بسعة تصل إلى 2614 لتراً، بما في ذلك صندوق أمتعة أمامي آمن، ويمكن للمقصورة استيعاب ما يصل إلى 7 من الأشخاص البالغين. وتتضمن التقنيات المتوفرة نظام أوتو بايلوت، وذلك في كل سيارات تسلا، والذي يمكن سيارتك من التحكم في التوجيه وزيادة السرعة واستخدام الفرامل تلقائياً تجنباً للمركبات الأخرى والمشاة. كما تأتي جميع سيارات تسلا الجديدة مجهزة بشكل قياسي بميزات مساعدة السائق مثل الفرملة في حالات الطوارئ ومراقبة نقطة العمياء، كما أن سعر السيارة التي تحتوي على موتورين بقوة 670 حصاناً وتتسارع من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في 3.9 ثواني وصولاً إلى سرعة 250 كيلومتراً في الساعة يصل إلى 440,000 ريال سعودي، لكن النسخة المعدلة والتي تحتوي على 3 مواتير فيصل سعرها إلى 478,000 ريال سعودي. برأيكم هل هذه الهدية معقولة لابن في مرحلة التوجيه أم أن هذا إسراف في المال؟